الفيديوهات جاهزة يا جماعة؟ امال ايه اللي قريناه طيب، ده؟ في عدد من الفيديوهات من الجماهير اللي حابة تشارك المهندس عدلي القيعي الاحتفال بعيد ميلاده، وده بداية أو ضربة بداية لهذا التفاعل المصور لحضراتكم مع ملك وكتابة. في كل حلقة هنطرح سؤال في البداية، نستقبل تعليقات حضراتكم المصورة عليه من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة القناة، وفي جزء أخير هتبدأوا تشوفوا متابعاتكم وبدايتها مع المهندس عادل القيعي. قلت له إيه؟ كل سنة طيب للمهندس عادل القيعي، وكل سنة طيب بأول 100 سنة. شرفنا ومنورنا. طيب، يعني السؤال برضو ما وصلكش بشكل، لا الصوت، الصوت نهتم يا جماعة إيه؟ بالصوت شوية، يعني التعليق او السؤال يا جماعة، يعني هي احنا هناخد وقت على ما الناس تبدأ تتعود على الآلية، انه يحطوا الصوت صح، يحط المايك صح وهو بيتكلم، وفي نفس الوقت يختزل الكلام بسرعة، يبدأ طب ما يقول، ما خدتش كتير بس يقولوا لنا حد في الاعداد لحق يعرف لنا، فاحنا بنقول 20 ثانيه، 20 ثانيه كافيه ان انت تقدر تقول كل اللي انت عايزه وتعبر بيه. نشوف الفيديو الثاني. طيب، هيجهز الفيديو الثاني. شوارب، شوارب يبدو ان هو كل التورتايه بتاعتك، شوارب كل التورتايه بتاعتك، و معلش، هو اول مره ممكن يحصل نوع من اللخبطه، بس لازم الصوت نسمعه احسن من كده، الصوت انا مش سامعه خالص. طيب، هيحاولوا يعملوا درجه تنقيه للصوت شويه. طب نسمع تاني واحد. كل سنة وانت طيب يا باشمهندس عدلي، وعقبال 3000 سنة بإذن الله، ودايما منور شاشة قناة الأهلي، ودايما يعني قدوة لكل أهلاوي، ودايما بنفتخر بيك، يعني كأنت كمثال لكل أهلاوي، وراجل انتماء وروح وأخلاق غير عادية. فنحب نقول لك كل سنه وانت طيب، ودايما فخر لكل اهلاوي. تحياتي لك يا باشمهندس عدلي. بس هو يا صوت يا ضوء، اتفضل يا باشمهندس. يا صوت يا ضوء، يعني يا صوت يا ضوء، الصوره مش واضحه. عموما احنا بنشكر الصديق العزيز هيثم جنيد، المسؤول عن او مدير السوشيال ميديا في النادي. الحقيقه الراجل باذل مجهود احنا كبير، احنا بنعمل جداً تجربه جديده، ان هيثم يستقبل كل ده ويجهزه بسرعه عشان تبداوا حضراتكم تشوفوا نفسيكم في نفس الحلقه صوت وصوره. نشوف كمان، اعرفوا لنا اسم الناس بس يا جماعه. كل سنه وحضرتك طيب يا باشمهندس عدلي، وانت احسن مدير صفقات جه في النادي الاهلي في تاريخه كله، وعقبال يا رب مليون سنه كده، يا رب دايما مع النادي الاهلي وفي استمرار. بشكر حضرتك جدا. طب انا ملاحظ ان كلها تهنئات ومباركات، مفيش اسئله. انا كنت اتمنى تسمع بقيت انها تبقى اسئله، لكن وعدناهم المره الجايه. الناس برضو طيب، يعني بس لا التقيل ورا. ما تستعجلش، ما هو هيفضل كله تهنئات. كل سنه وانت طيب. ماشي، نشوف تاني. الله يخليك. المهندس عادل القيعي، كل سنه وحضرتك طيب، يا رب دايما بصحه، يا رب يخليك لينا انت والاستاذ المنيسي. وفعلا احنا معاك وما بنخافش على الاهلي، واتمنى انك تعمل مجلدات في اداره التسويق عشان الاجيال اللي جايه تستفيد من خبره وقيمه عادل القيعي. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب دايما الاهلي باذن الله يكون الجميع. وشكرا. اول واحد يطلب طلب ده، اهو طلب عايز قال لك تعمل مجلدات في فن التسويق، مش مجلدات، ربما المساله محتاجه فعلا مشروع توثيقي يرسم خطوط مهمه للناس اللي جايه. انا هقوله بس حاجه، انا مش راجل اكاديمي يعني انا اقدر اعمل كتاب يدرس، انما انا ممكن استعرض خبرات، تجربتي وخبراتي مع اي حد، وانا بطلع اي جامعه كانت بتطلبني. طلعت قناه السويس في العريش، وطلعت في جامعه المنصوره، وطلعت اسكندريه، حلوان، واسيوط. طبعا خدتني، وبعدين حتى كليه التربيه الرياضيه في هنا وفي حلوان. كنت بقول تجربتنا، وكان الناس بتاخد منها نماذج، عشان وفي طلبه من اللي كنت بروح هم طلبه بعد ما اتخرجوا جولي، وبعدين ناس اشتغلت في الخليج
وبيتواصلوا معايا بيقولوا احنا دلوقتي اشتغلنا في المجال ده، فببقى سعيد جدا بيهم يعني. طب نشوف كمان. اتفضلوا. احب اقول لك يا باشمهندس كل سنه وانت طيب، وكل سنه وانت بصحه وبسلامه ان شاء الله، بس يا ريت تزود عدد حلقات البرنامج في الاسبوع، يعني من حلقتين خليهم مثلا 3 أو 4 حلقات، ده لو تسمع الظروف يعني. 3 أو 4 حلقات في الاسبوع، ده بقى الكلام ده تقوله لزميلك العزيز عماد الغول والاستاذ جمال العاصي، ان الناس عايزه 2 أو 3 حلقات في الاسبوع كمان. احنا والله لو عايزيننا كل يوم احنا تحت امركم يعني، انتوا عارفين يعني. لا وبعدين صوت خليجي اهو يعني، انت اتكلمت عن ده من سينا ولا منين؟ هو يعني يا جماعه قولوا للناس يعني، اول ما اتكلم يقول انا فلان من هنا يعني. ماشي يا حبيبي، المره الجايه باذن الله. جهد مشكور من الصديق هيثم جنيد الحقيقه. طبعا ده يعني يا اخوانا عشان تبقوا فاهمين الجهد ده دلوقتي. يعني الناس بتتصل بيه وبيبعتوا لنا فورا. بعد ما بيجهزوا يعني ويمنتجوا يعني عشان يبدا يتعرض، مش مسجله. نشوف كمان. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن عدلي، وعقبال 100 سنه ومتقدم لتقدم. وسؤالي لحضرتك ان احنا هل ممكن نشوف حضرتك يعني رئيس النادي الفتره القادمه ولا لا؟ شكرا وصباح حضرتك طيب. مش قوي كده. انا قلت لك التقيل جاي ورا. لا يعني مش في دماغي الحقيقه ان انا اكون خلاص، انا عايز اتفرغ للعمل الاعلامي. واشكرهم على حسن ظنهم يعني. انا طول عمري ابتديت اعلامي في السبعينات، كان نفسي اكمل لكن الاهلي كان محتاجني على فترات، كنت ما بقدرش اتاخر. انما في كل الاحوال انا سعيد بان انهي حياتي في العمل الاعلامي. يعني انت ما شاء الله يا باشمهندس التنوع في الخبرات الرياضيه والاداريه ثم التسويقيه والاعلاميه. نشوف كمان التهنئه ديت. مساء الخير كابتن ابراهيم. مساء الخير كابتن عدلي، معكم ايمن منصور من اسكندريه. كل سنه طيب يا ملك الصفقات، يا مهندس الصفقات، من احسن من اكثر الناس اللي خلتني ازداد حبا وعشقا للنادي الاهلي. شكرا كتير. الشكر الوافر لحضراتكم والله. اهو كده كويس انه قال لك انا ايمن منصور من اسكندريه. أيوه. يعني كل واحد يبدا يا جماعه يقول اسمه، يسجل اسمه. وبعدين تبداوا تبعتوها من بكره، ما عندناش مشكله. ابعت على صفحه البرنامج على، ويا ريت يكون في استفسار، صفحه القناه على الفيسبوك كده يعني. قول مقترحك باللي انت عايزه، وهتلاقي الحلقه الجايه يعني اطول وقت واطول مساحه لمناقشه اراء حضراتكم والاستماع لكم. نشوف كمان. انا عبدو النس من مركز فرشوط محافظه قنا، بهني باشمهندس عدلي القاعي، وكل سنه وهو طيب ومن نجاح لنجاح ان شاء الله، وربنا يوفقك ويوفق البرنامج. ده واضح انه من وجه قبلي. فرشوط قنا، فرشوط قنا مش كده؟ يا سلام. اهل الصعيد الجمال. اهلا وسهلا، انا سعيد بيك والله. طيب في مين تاني شوارب؟ كل سنة وانت طيب يا كابتن عدلي، وعقبال 1000 سنة يا رب، وطول عمرك منور قناة الأهلي ومنورنا، وانت بتمثلنا وانت اللي حببتنا في النادي الأهلي يا رب. ونفسنا تجيب لنا صفقة حلوة كده للنادي وترجعوا لنا أحمد الشيخ تاني. أحمد الشيخ هيرجع بإذن الله. الراجل طلبه بسيط أحمد الشيخ. يرجع، ده سهل. معار و... يعني حاجة سهلة و... وإذا كنت أنا حببتك في النادي الأهلي فأنتوا يعني اسعدتونا وحببتونا في دنيتنا والله. باشمهندس يعني اولا طبعا كل الشكر للصديق العزيز الاستاذ هيثم جنيدي في السوشيال ميديا، المشرف على السوشيال ميديا في النادي وفي صفحه القناه، عمل مجهود كبير يعني. حتى النهارده من نفسه هو اللي بيقول لي على فكره 25 مارس عيد ميلاد المهندس عدلي القاعي، قلت له اوعى تفتح بقك بكلمه على السوشيال ميديا. لا تكتب. قال لي طب ننوه نقول انه ملك وكتاب هيحتفل، قلت له اوعى لانه هتوصل له، واحنا هدفنا تكون يعني مفاجاه ساره على الهواء مع كل فريق الاعداد. عبد المنعم القسطى، محمد مصطفى، محمود المخبزي، شادي صبري، طبعا مخرجنا الجميل محمد شوارب، ومع الاستاذ جمال العاصي والاستاذ عماد الغول، الكل تكتم هذه المساله واراد انه يشعرك بهذا الحنو الشديد في العلاقة الطيبة
والحب الكبير يعني هو الواحد يتمنى من الدنيا ايه اكتر من كده. لا انت جدير بكل لا والله يكون محاط بكل هذا التقدير. انت جدير بكل ده يعني باذن الله الواحد يكون على قدره. هيثم بقول لك هيثم قلت له طب ايه رايك؟ قال لي لا احنا ممكن نستقبل مش بس رسائل، لو نقدر نستقبل مقاطع فيديو الناس تحب تتفاعل مع البرنامج. قلت له ده كنا احنا فكرنا فيه ونوهنا عنه من 3 سنين فاتوا، فاكر انت في الاصدار أيوة الاول. ايوه ده في الاصدار الاول اللي بالك وكتاب. لكن الحقيقه ربما كنا احنا محظوظين بوجود هيثم جنيدي وتفاعله ورغبته في هذا التاتش انه يبدا يعمل فعلا لمسه تغيير واضافه كويسه. هتجنن شواربي اه وهيبتدي يتضايق مني انا شوارب بقول لك شواربي انت النهارده مسموح لك باي حاجه وانت بتعمل المكياج بتقول له سوالف وانا بقول لك سوالف ولا سوالف. المهم يعني الراجل عادي يخلص الحلقه عشان ولا ايه قدامنا وقت ولا لسه شوارب؟ بصوا يعني 30 ثانيه من الحلقه الجايه ان شاء الله. طبعا كان المهندس عادل القيعي النهارده يستحق ان ياخد قد الوقت ده اضعاف اضعاف. معلش يا جماعه احنا واخدين يعني راحتنا معاكم النهارده حاسين بحميميه فاخدين على طبيعتنا شويه. لان هو جزء ما هوش خاص. يعني لما بنتكلم على المهندس عادل القيعي ما بنتكلمش على المهندس الزراعي محمد عادل القيعي، لا بنتكلم على عادل القيعي النادي الاهلي اللي هو واحد من مرادفات هذا النادي العملاق الكبير. وكمان كل الكلام مشترك ما بين سيرته الذاتيه وعلاقته بالنادي الاهلي برموز النادي الاهلي بتاريخ النادي الاهلي بمواقف النادي الاهلي بصفقات النادي الاهلي ثم اخيرا درجه تفاعله ومكانته لدى عدد من جماهير النادي الاهلي. حبينا ان احنا بحاجه بسيطه ومجهود متواضع نقول للمهندس عدلي كل سنه وانت طيب يا باشمهندس وانت بالصحه والسلامه ودايما نور نقول ايه يعني على كل ما حدث اليوم ان شاء الله. واشكركم وارجو ان اكون يعني اقدر ارد اي شيء من هذا الحب. مزيد من التفاعل المره الجايه اذا كنتوا النهارده رعيتوا المساله ان كلها حب في حب وتهنئه في تهنئه خشوا له في الجامد وابداوا اسالوا المهندس عدلي واسالوا ملك وكتابه باللي انتوا عايزين تسالوه وهنستقبل اكبر مساحه من فيديوهات حضراتكم للحلقه الجايه عشان تكون خاصه الملك وكتابه باذن الله تعالى. متواصلين معكم بكل حب. يعني احنا مش هنخلص الفقره بتاعت نادي الدوله دوله النادي وعظمه لسانه. لا خلينا في نادي الدوله بس عشان الليله تتقفل صح. الخميس اللي جاي ان شاء الله او الاثنين اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيه فرصه كبيره لمناقشه كل ما تاجل اليوم بعد ان استجد هذا البند. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي في مساء السنين القادم ان شاء الله. ماشي صباح الخير كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. سنه طيب ماشي.